ندعو فخامة الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Your Majesties, Highnesses, Excellencies, Ladies and Gentlemen, His Excellency, the Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, Mr. Hussein Ibrahim Taha, His Excellency Ahmed Abul Ghaith, Secretary General of the League of Arab States, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman ibn Abdul Aziz, Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia. I'm distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي سروري أن أشارك في هذه الدورة الاستثنائية المتعلقة بغزة للظروف الاستثنائية التي يمر بها الأطفال والنساء والشعب الفلسطيني في غزة. ونحن نتحدث الآن، أود أيضا أن أعبر عن امتناني وتقديري للمملكة العربية السعودية لكرم ضيافتهم واستقبالهم لي أنا شخصيا ولوفدي منذ حضورنا. أصحاب السمو، أصحاب الفخامة والمعالي، سيداتي وسادتي، عندما يحدث في غزة يناقض كل ما هو اعتيادي وكل القيم والأخلاق الإنسانية ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. واليوم العالم ونحن كلنا لا يمكن أن نصمت على ما يحدث من دمار في غزة. اليوم العالم وشعوبنا تشاهدنا وتتوقع منا أن نوقف قتل الأطفال الفلسطينيين، وهذا يتطلب منا وقفة متعاضدة منا جميعا لتحقيق أولا وقف شامل لإطلاق النار وتأكيد وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. كل ذلك لابد أن نكمله أيضا بحل عادل للقضية الفلسطينية، مبنيا على إنشاء دولة فلسطينية وفقا لحدود العام 67، وأن تكون القدس عاصمة لها، وهذا هو الضمان الوحيد لتحول المنطقة إلى عهد جديد، عهد يتميز بالأمن والاستقرار والتعاون لمصلحة الكل. اليوم وفي القرن 21 فلا يمكن تحقيق القيادة السياسية من خلال العنف، والعنف لا مكان له في عالمنا الديمقراطي. علينا كلنا أن نسعى لحماية كرامة وتواجد الشعب الفلسطيني، ناهيك عن الأطفال الفلسطينيين، وهذا هو واقع اليوم، وعلينا أن نتحدث عن هذا الأمر بكل جدية. وأقول مرة أخرى إن العالم يراقبنا في هذه القمة. أود أن أشكركم جميعا، شكرا لكم.